إذا في الأول نتحدث عن إزالة حالة عدم التعيين لكن قبل أن نتحدث عن إزالة حالة عدم التعيين علينا أن نذكر ما هي حالات عدم التعيين يوجد لنا أربع حالات في حالة عدم التعيين اللي هي هكذا زائد ما لا نهاية مع ناقص ما لا نهاية أو نجدها معكوسة معناه ناقص ما لا نهاية مع زائد ما لا نهاية هذه رقم واحد عندنا رقم اثنان حالة عدم التعيين يا أبنائي اللي هي صفر في ما لا نهاية لا يهم زائد أو ناقص ما لا نهاية وعندنا رقم ثلاثة ما لا نهاية انظروا ما لا نهاية على ما لا نهاية لا يهم زائد ناقص ما لا نهاية أو زائد ناقص ما لا نهاية المهم ما لا نهاية على ما لا نهاية وعندنا رابعا وأخيرا اللي هي صفر على صفر هذه هي حالات عدم التعيين الأربع اما ما نقول مثلا خمسه على صفر هذا ليس حاله دم انما هنا يكون صفر زائد او صفر ناقص اكيد سوف تكون لنا ما لا نهايه اعيد يا ابني حتى تفهموا لما نجد عدد على صفر ليس صفر على صفر صفر على صفر حاله دم اما لما نجد عدد على صفر فهذا ليس حاله دم انما يبقى هنا اشاره المقام هل بقيم اكبر ام بقيم اصغر فقط وعندنا الان طرق ازالتها عندنا الطريقه الاولى عندنا بالاختزال الطريقة الثانية باستعمال التحليل يعني هنا إزالة، وعندنا باستعمال المرافق، وعندنا باستعمال العدد المشتق. سوف نتحدث عن كل واحدة على حدة من خلال هذه الأمثلة التي سوف نتطرق إليها. إذن عندنا أولا عندنا قلنا بالاختزال لاحظوا هذا المثال قال نعتبر الدالة إف المعرفة على R ما عدا ناقص اثنان وواحد ناقص اثنان وواحد لأنهم يعدمون المقام يعني قيمة ممنوعة بالعبارة F ل X تساوينا X قوة ثلاثة زائد اثنان X مربع زائد X زائد اثنان على X مربع زائد X ناقص اثنان أولا قال أحسب نهاية X قوة ثلاثة زائد اثنان X مربع زائد X زائد اثنان لما X يؤول إلى ناقص اثنان وكذلك احسب ليميت إكس مربع زائد إكس ناقص 2 لما إكس يعود إلى ناقص 2. هل يمكن استنتاج نهاية الدالة اف عند الناقص اثنان؟ ثم قال قم بتحليل كل من يعني البسط هذا اللي هو إكس مربع زائد 2 إكس زائد إكس 2 اكس, إكس مربع زائد إكس زائد 2 وكذلك وتحليل المقام اللي هو إكس مربع زائد إكس ناقص 2. قال بين أنه من أجل كل إكس من مجموعة التعريف اللي هو ار ما عدا ناقص اثنان وواحد أن إف لإكس هذه بعد عملية لاحظوا بعد عملية الاختزال سوف تصبح كتابته هي إكس مربع زائد واحد على إكس ناقص واحد ثم قال استنتج نهاية الدالة إف عند ناقص اثنان هذا التمرين من خلاله هي تعلم نتعلم طريقة اسمها طريقة الاختزال ومتى نجد نعرف أنها طريقة الاختزال فلنتابع الآن جيدا في طريقة الشرح إذا أولا قلنا قال أحسب النهاية إذا هنا ما علينا إلا أن نكتب حساب لاحظوا جيدا حساب نهاية هذه القيمة اللي هو أكيد لهنا البسط انظروا وتابعوا معي هنا أكيد لو نعوض مباشرة سوف نجد ماذا نعوض بالناقص اثنان أكيد هنا تصبح ناقص اثنان في ناقص اثنان في ناقص اثنان تصبح لنا الناقص ثمانية وهنا تصبح لنا اثنان في أربعة لأن ناقص اثنان مربع هو اثنان تصبح لنا زائد ثمانية نعوض هنا بناقص اثنان سوف نجد ناقص اثنان زائد اثنان معناه نجد صفر هذا الأمر الأول عندنا كذلك نهاية المقام اللي هو ها هو أمامكم انظروا هذا المقام كذلك أبنائي لما نعوض بشيء اسمه ناقص اثنان تصبح لنا أربعة ناقص اثنان ناقص اثنان وتساوينا صفر قال السؤال هل يمكن استنتاج نهاية الدالة اف عند الناقص اثنان لو نلاحظ جيدا ونكتب هكذا لاحظوا ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى ناقص اثنان البسط ها هو أمامكم لما عوضنا بالناقص اثنان كم وجدنا؟ وجدنا صفر المقام وجدنا صفر حالة عدم التعيين لأن قلنا صفر على صفر هي حالة عدم التعيين إذا اسمعوا جيدا لما نجد صفر على صفر انظروا وتابعوا جيدا لما نجد قل صفر على صفر نقول حياة دمتعين لكن سوف نكمل مع الشطر الذي جاء بعده قال لاحظوا قال قم بتحليل البسط والمقام ما المقصود قم بالتحليل معناه هنا لو نلاحظ جيدا يا ابنائي بالعبارة اللي هي ها هي, ها هي العبارة هذه اللي هي عبارة الاف لإكس لأن الأمر كله متعلق بعبارة الاف لإكس لما عوضنا هنا بناقص اثنان كم وجدنا وجدنا صفر نقول اولا ناقص اثنان جذر للعباره ما هي العباره اللي هي عباره البسط هذا الجذر لماذا جذر لها لان قام ب نجعلها معدومه وكذلك ماذا وكذلك ابنائي الناقص اثنان الجذر لمن للعباره ما هي العباره حتى تفهموا جيدا العباره اللي هي المقام لماذا جذر لها؟ لأنه كذلك لما عوضنا ب الناقص اثنان وجدنا صفر. نقول على شيء أنه جذر إذا عوضناه وجدنا صفر إنه جذر لذلك العبارة. أما إذا كانت معادلة فنقول حل للمعادلة حتى نفهم جيدا ويعني نعرف وجه الاختلاف ما بين الكلمتان. إذا ننطلق الآن بالتحليل. لاحظوا جيدا. التحليل سوف نقوم بالقسمة الإقليدية التي درستموها يا أبنائي. لاحظوا جيدا. القسمه الاقليديه التي يعرفها الكثير ركزوا جيدا ارجوكم نقطه نقطه كي نتعلم اذا قلنا سوف ناتي بهذا الامر عفوا سوف تكون أمورنا جد واضحه قلت نستعمل القسمه الاقليديه اولا ناتي بالبسط ها هو امامكم لاحظوا والامر الثاني قال قم بالتحليل أي أيوة تحليل؟ أولا قلنا على الناقص اثنان ما هو؟ هو جذر لهذه العبارة، إذا اسمعوا جيدا الشيء الذي عليكم أن تفهموا. لما نقول عدد أنه جذر فنكتب هكذا فنكتب إكس ناقص ناقص اثنان، دائما نكتب إكس ناقص هذا الجذر. الناقص مع الناقص ماذا يصبح؟ أكيد يصبح لنا زائد حتى نفهم جيدا هنا معنا يصبح لنا زائد اثنان لو كان الاثنان لبقيت إكس ناقص اثنان لكن ناقص ناقص دائما تقول القاعدة إكس ناقص الجذر، إكس ناقص الجذر، ما معنى الجذر؟ قلنا الذي يعدم هذه العبارة. ننطلق الآن في عملية القسمة، إكس مكعب تقسيم إكس. لاحظوا، إكس مكعب تقسيم، لو نلاحظ جيداً على إكس. يذهب من هنا إكس ومن هنا إكس، أكيد سوف تبقى لنا إكس مربع. ثم نعود ونقول، إكس مربع في اثنان. تصبح لنا اثنان إكس، ركزوا، اثنان إكس، أكيد مربع. ثم إكس مربع في إكس تصبح لنا إكس مكعب وتقول القاعدة ثم نضرب هذه في ناقص مثل ما نعمل مع الأعداد فيذهب هذا مع هذا هكذا وهذا مع هذا هكذا ثم ننزل التي بقيت ما هي زائد إكس زائد إثنان معناه ننزل هذا إلى هنا وهذا هنا مثل الأعداد مثل القسمة في الأعداد تصبح لنا إكس على إكس إكس على إكس مباشرة إنه واحد فتصبح لنا ماذا؟ واحد في اثنان تصبح لنا اثنان نكتب هنا اثنان ثم واحد في اكس هنا عندنا زائد تصبح لنا هنا اكس ثم تقول قاعدة ندخل عليهم الناقص ناقص وهنا كذلك ناقص فيذهب هذا مع هذا صفر وهذا مع هذا صفر فالباقية كم صفر إن القسمة تامة بما أن القسمة تامة ما معنى التحليل ماذا يصبح التحليل يصبح يا ابنائي ركزوا أرجوكم تصبح لنا اكس هكذا قلنا اكس مكعب زائد 2 X مربع زائد X زائد 2 ماذا يصبح يساوي هذه القيمة أليس هي X زائد 2 في X مربع زائد 1 مثلما نقسم 20 على 5 نجد 4 فنقول 20 يساوي 5 في 4 إذا تصبح لنا تساوي X زائد 2 ضرب ماذا ضرب X مربع زائد ماذا زائد 1 هذا تحليل من هذا تحليل هذه القيمة نأتي بعدها إلى تحليل هذه القيمة ما معناه؟ معناه نقسم على إكس ناقص زائد إثنان مثل ما فعلنا مع الأولى إذا هذا نقوم يقول أحدكم يا أستاذ وغدا في البكر نكتب هذه القسمة الإقليدية نعم تكتبها وإلا من أين أتيت بهذه القيمة ثم نأتي مرة أخرى بهذه القيمة ونقوم بقسمتها على إكس زائد إثنان لأن عندنا الجذر هو ناقص إثنان إذا فنكتب هنا كذلك مثل ما فعلت إكس زائد اثنان ثم ننطلق إكس مربع على إكس إكس مربع على إكس أكيد يبقى لنا إكس إذا إكس في إكس هو إكس مربع إذا نكتب هنا إكس مربع ثم عفوا قبل هذا ربما تعجلنا هذا في هذا إكس في اثنان يعطينا اثنان إكس ثم هذا في هذا إكس في إكس يعطينا إكس مربع ثم ندخل ناقص وناقص هكذا فيذهب هذا مع هذا وعندنا إكس مع ناقص إثنان، إكس تصبح ناقص إكس، وهذا ينزل إلى هنا، تصبح لنا ناقص إثنان، ناقص إكس على إكس، ناقص إكس على إكس، يذهب هذا مع هذا تعطينا ناقص واحد، فنكتب هنا ناقص واحد، ثم نعيد، ناقص واحد في إثنان، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص إثنان، ثم ناقص واحد في إكس، تصبح لنا ناقص إكس، ثم ندخل عليهم الإشارة، تختلف هنا، هكذا تصبح لنا. هذا يذهب مع هذا صفر زائد هذا مع هذا يصبح صفر القسمة أصبحت قسمة تامة لأن الباقي كم الباقي صفر فنكتب ماذا فنكتب مثل ما فعلنا x مربع زائد x ناقص اثنان يساوي ماذا يساوي يساوينا x زائد اثنان معناه يساوينا هذا في هذا اللي هو في x ناقص واحد هذا هو التحليل الذي طلب منا فقط أبنائي بعدما قمنا بتحليل هاتين القيمتين، ناتي بعدها إلى بين أنه من أجل X من مجموعة التعريف الدالة أن إف لإكس هذه التي كانت عندنا من قبل أنها أصبحت قيمتها بعدما اختُجلت هي إف لإكس x إكس مربع زائد واحد على X ناقص واحد. إذا هنا نقول البرهان كعنوان البرهان أن ماذا؟ أن إذا كان X ينتمي إلى مجموعة التعريف لأن تقول العبارة لا يمكن أن نحدث التغيير على عبارة الدالة إلا إذا كانت دائما نعترف بمجموعة التعريف هذا الأمر الأول إذا ركزوا جيدا هنا أبنائي إذا بما أن طلب منا هذا فنقول عندنا نحن في الأول عندنا هذه القيمة انظروا هذه هي القيمة التي نملكها تصبح هذه القيمة ماذا تساوي نضع خط هكذا وننطلق عندنا أول البسط البسط ها هو أمامكم انظروا ماذا يصبح يساوي يصبح يساوي هذا الجداء اذا ناتي بهذا الجداء ونضعه في هذا المكان انظروا وتابعوا هكذا وناتي كذلك الى المقام ها هو تحليل المقام ها هو امامكم ماذا تلاحظون بام اعينكم الاكيد يلاحظ الجميع ان يوجد عامل مشترك ما بين البسط والمقام فيذهب هذا مع هذا وتصبح لنا كم تصبح لنا اكس مربع زائد واحد على اكس ناقص واحد وانه المطلوب انظروا وانتهى الامر. لاحظتم؟ يعني اصبح الامر جد بسيط لهذا اخترنا وقلنا عمليه سميت ازاله حاله المتعين بواسطه الاختزالها واختزل هذا مع هذا. لاحظوا العباره كيف اصبحت. بعدما انهينا مع هذا الجزء ناتي الى الجزء الاخير من التمرين قال استنتج نهايه الداله اف عند الناقص اثنان. اذا نكتب هنا استنتاج ليميت اف لإكس لي لما الإكس يؤول الى ناقص اثنان. ما نحن ماذا نملك نقول لدينا ها هو الشيء الذي نملكه بعدما استنتجناه من أين؟ من هذه العلاقة هنا بعدما تمت عملية الاختزال الآن تعالوا نعوض فقط تصبح لنا هكذا ليميت اف لإكس لي لما الإكس يؤول إلى ناقص اثنان تصبح تساوي تعالوا نعوض الآن بناقص اثنان هنا هكذا ونعوض بناقص اثنان هنا ناقص اثنان مربع هو اثنان زائد واحد تصبح اكيد خمسه. على ناقص اثنان مع ناقص واحد تصبح لنا ناقص ثلاثه. فاصبحت العباره هي ناقص خمسه على ثلاثه. هل يوجد نهايه وحيده لهذه الداله عند ناقص اثنان؟ نعم انها لها نهايه وحيده. لاحظوا انها ناقص خمسه على ثلاثه. الان يقول احدكم الان يا استاذ وضح لنا متى نستعمل طريقه الاختزال. تستعمل طريقة الاختزال لما نجد النهاية هي صفر على صفر، يعني حالة عدم تعين، لكن نجد هنا معناها عبارة الدالة، نجدها مكتوبة كثير حدود على كثير حدود، أما إذا وجدنا فيها طرق أخرى، إذا وجدنا أمر آخر، مثلا نجد فيها الجذر، مثلا مثلا نجد هكذا إكس زائد ثلاثة ناقص اثنان. على مثلا اكس ناقص اثنان او نعم او اكس اكس ناقص واحد مثلا ركزوا جيدا حتى تروج الاختلاف عوضوا هنا مثلا لو يريد منا ان نقوم بحساب النهايه الان عند مثلا عند الواحد عوضوا هنا بواحد تصبح لكم اربعه اربعه جذر اربعه هو اثنان اثنان ناقص اثنان كم تعطيكم تعطيكم صفر عوضوا الان هنا في المقام بالناقص كم ب... بالواحد عوضوا هنا بواحد تصبح لكم كم تصبح لنا صفر وصفر على صفر تذكرنا وقلنا إنها حالة عدم التعيين كيف تزال لما نجد اسمعوا جيدا وجه الاختلاف لما نجد كثير حدود على كثير حدود مثل عندنا هذا مثال انظروا كثير حدود على كثير حدود ونجد صفر على صفر فنقول أن تتم إزالتها بواسطة الاختزال أما إذا وجدنا هنا الدالة غريبة يعني ليست كثير الحدود معناها نجدها مثل ما هنا وجدناها دالة جذرية أو نجدها الدالة كوس، أو دالة سينوس، أو دلة طونجونت، أو الأسية، أو اللوغاريتمية، يوجد كثيرًا، المهم صفر على صفر، احفظوا هذه القاعدة، صفر على صفر، والدالة ليس كثير حدود، على كثير حدود، فاعلموا أن هنا نستخرجوها بطريقة أخرى تسمى العدد المشتق الذي سوف يأتي في بقية الأمثلة فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا الجزء، نأتي الآن إلى الجزء الثاني. آه ازاله حدث التنعيم باستعمال التحليل اسمعوا جيدا باستعمال التحليل بعدما تحدثنا بواسطه الاختزال قال نعتبر الداله اف المعرفه على المجال من واحد الى غير زائد مال واحد مغلق وزائد ما اكيد يكون مفتوح بالعباره اف لاكس تساوي اثنان اكس زائد واحد ناقص جذر اكس مربع زائد اكس ناقص اثنان قال هل يمكن تعيين نهاية الدالة اف عند زائد ما لا نهاية مباشرة ولماذا؟ هذا الأمر الأول قال بين انه من اجل كل اكس من واحد من آه هذا اكس يعني ينتمي ينتمي من واحد الى غير زائد ما نهاية فان اف لاكس تساوي نعم اكس في اثنان زائد واحد على اكس ناقص جذر واحد زائد واحد على اكس ناقص اثنان على اكس مربع ثم قال استنتج نهاية الدالة اف عند زائد ما لا نهاية اذا فلننطلق الان بالسؤال الاول إذن ماذا قال؟ قال هل يمكن تعيين نهاية الدالة إف عند زائد ما لا نهاية مباشرة؟ مباشرة! لاحظوا جيدا، نريد أن نعرف أم لا؟ نقول معرفة إن إن عفوا إن كان يمكن حساب ليميت إف لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية مباشرة! إجابة على السؤال. لو ناتي الآن ونقول هكذا عوّضوا الآن هنا بالزائد ما كم تعطي لكم؟ تعطي لنا زائد ما اسمعوا جيدا، اسمعوني جيدا أرجوكم، هنا تعطيكم زائد ما نهاية. وهنا هذه التي بالداخل دالة كثير حدود، دالة كيف هي؟ كثير حدود، دالة كثير حدود تعوض عند نهاية زي ما ناقص ما تعوض بأكبر حد، هنا كم تعطيكم؟ لاحظوا، هنا تعطيكم زائد ما نهاية. زائد ما لا مع ناقص، هذا الذي في الخارج، ماذا تصبح؟ تصبح ناقص ما نهاية. وهنا كم وجدنا وجدنا زائد ما لا نهايه ونحن قلنا زائد ما لا نهايه مع ناقص ما لا نهايه حاله عدم التعيين فلا يمكن نقول لا يمكن هكذا لا يمكن حساب ليميت اف ل لما اكس يقول الى إيه زائد ما لا نهايه مباشره لأن زائد ما لا نهايه مع ناقص ما لا نهايه هذه حالة عدم التعيين، الآن سوف نكمل كيف تزال هذه حالة التعيين ثم نعطي القاعدة العامة، كيف تزال؟ لاحظوا جيدا، قال: بين أنه من أجل إكس كل إكس ينتمي من واحد إلى غاية زائد فإن العبارة الجديدة لهذه الدلة هي هذه التي تلاحظ، إذا نكتب هنا العنوان البرهان. أن إذا كان أكيد x ينتمي إلى ذلك المجال الذي أعطي لنا فإن f تصبحنا تصبح لنا هذه القيمة هذا هو الشيء الذي أعطي لنا نتابع جيدا إذا ننطلق إذا لاحظوا جيدا تصبح لنا هكذا f X تساوي لو نلاحظ جيدا أولا نأتي إلى هذا الذي بالداخل انظروا كيف معناتها تصبح هنا أولا هنا بالخارج نستخرج الإكس كعامل مشترك بالخارج، تصبح لنا إكس في اثنان زائد واحد على إكس، يقول أحدكم لم أفهم، أعد النشر، اثنان إكس في اثنان، اثنان إكس، إكس في واحد على إكس، يذهب الإكس من هنا وإكس من هنا يبقى لنا الواحد، انظروا، ثم نكتب ناقص وناتي إلى هذا هكذا. ونقول نستخرج الآن هنا بالداخل اسمعوا جيدا لا يمكن أن نستخرج الإكس بل نستخرج إكس مربع سوف تفهمون لماذا نستخرج إكس مربع عامل مشترك بالداخل ثم يبقى هنا ماذا يبقى لنا يبقى لنا واحد الذي بعده يبقى لنا واحد على إكس الذي بعده يبقى لنا ناقص اثنان على إكس مربع يقول أحدكم لم أفهم أعيد النشر هذا في هذا يعطينا اكس مربع وهذا في هذا يذهب اكس من البسط اكس من المقام يبقى لنا اكس وهنا اكس مربع مع اكس مربع يذهب يذهب بواسطه الاختزال يبقى لنا ناقص اثنان لاحظتم ثم هذا له الحق ان يخرج الى هنا لكن تقسم تربيعه كيف اعطيكم مثال اذا كان اثنان مربع تحت الجذر فماذا يخرج؟ يخرج لنا باثنان قوة واحد. إذا كان قوة أربعة يخرج لنا قوة اثنان. إذا كان قوة مثلاً ستة هنا يخرج لنا قوة ثلاثة. هكذا تقول القاعدة ولهذا سمي الجذر التربيعي. ركزوا هنا. فهذا له الحق أن قلت أن يخرج إلى هنا. إذا خرج يا أبنائي من الجذر فتصبح الكتابة لاحظوا كيف تصبح ركزوا معي أرجوكم في هذه الأمور تصبح هكذا، لكن هنا يخرج بشيء اسمه القيمة المطلقة. لأن يقول أحدكم لماذا يخرج بق... لأنه إكس ليس عدد يعني حق عدد ثابت نعرفه يعني إشاراته لكن بما أنه إكس إكس فيه الناقص وفيه الزائد لكن هنا عندنا المجال هو الذي سوف يرحمنا يقول لنا يمكنك أن تنزع القيمة المطلقة لكن بشرط نحن نعلم أبنائي على بعض الأشياء أن القيمة المطلقة لإكس تساوي ماذا تساوي إما إكس أو تساوي ناقص إكس متى اكس اذا كان X اكبر او يساوي صفر وتساوينا ناقص اكس اذا ماذا اذا كان X اقل او يساوي صفر هذا هو الامر الواقع يقول احدكم لماذا استاذ لان تقول القاعده اذا كانت عندنا قيمه مطلقه مثلا ليس الا مع هذه مثلا هذه X ناقص واحد اولا اين من هو المسؤول عن تغيير العباره اين تنعدم هذه العباره التي داخل قيمه مطلقه تنعدم عند واحد فهذه اما تكون X ناقص واحد اذا كان x أكبر أو يساوي أو نقول هكذا اسمعوا أو نقول إكس ناقص واحد أكبر أو يساوي صفر ننقل هذا من هنا لما ننقله من هناك ماذا يصبح أكيد سوف تصبح العبارة هكذا حتى تفهموا جيدا أبنائي لقواعد القيمة المطلقة فتصبح x أكبر من أو يساوي ماذا أو يساوينا واحد وتعطينا ناقص إكس زائد واحد تقول قاعدة وهذا مرة يضرب في ناقص فتصبح هذه إذا كان x أقل أو يساوي واحد حتى تفهموا جيدا اذا من هو المسؤول الذي يكون داخل القيمة هذه اكس اين تنعدم تنعدم عند الصفر لاحظوا الان هنا ها هو هذه اين تنعدم تنعدم عند واحد لاحظوا مفترق الطرق هو الواحد حتى تفهموا جيدا الان لو نلاحظ جيدا ونركز معا نلاحظ انه هذا المجال يمكن ان نكتبه الان على شكل مجال بعدما هو مكتوب على شكل متباينه او متراجحه هو من من الصفر الى غايه زائد ما لا نهايه وهذا في الأصل من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الصفر لاحظوا الآن مجال هنا عندنا المجال هو من واحد إلى زائد ما لا نهاية معناه تبقى لنا كم هذا الإكس ينتمي من واحد إلى زائد ما لا نهاية في هذه الحالة إذا فماذا يصبح يصبح لنا هو إكس فيمكن الآن أن ننزع هذه كليا هكذا اما اذا قال اسمعوا جيدا اذا كان يبحث عليها من جوار الناقص ملاني فهنا تعطيكم ناقص اكس هكذا اسمعوا جيدا ارجوكم حتى تفهموا لهذا اريد ان اشرح كل شيء بالتفصيل حتى لما تراجعوا هذه الامور تجدها بسيطه ثم بعدها قد ظهر انه العامل المشترك من هنا ومن هنا يمكن ان يستخرج الى خارج من هنا ويحذف من هذا المكان ونقوم بغلق هكذا ونكتبه هنا بلون مغاير حتى تلاحظوا أن قد وصلنا إلى النتيجة ها هي أمامكم إكس ها هو إكس خارج الكل لاحظتم ها قد الآن وصلنا إلى النتيجة المطلوبة أما إذا كان هنا يبحث عليها بجوار ناقص من ذلك القيمة المطلقة تأخذ قيمة ناقص إكس في هذا المكان في الياضة. احذروا من هذه الأمور فقط أبنائي الان بعد ما أكملنا مع هذا ناتي الان الى استنتج نهايه الداله اف عند زائد ما لا نهايه اذا هنا امر اصبح والسؤال استنتج اذا استنتاج ليميت اف لاكس لما الاكس يؤول الى زائد ما لا نهايه تصبح لنا هي هذه تصبح لنا كذا ليميت الاكس قلنا يؤول الى زائد ما لا نهايه لمن لهذه العباره انظر هذه هي العباره التي نستنتج بها فقط لأن هذه عبارة اف لاكس والعبارة الأولى التي قمنا بتغييرها كذلك هي اف لكن عبارتان متساويتان لكن نحن نعلم لاحظوا جيدا حتى تعلموا أبنائي هكذا نحن نعلم أن ليميت واحد على إكس قوة آن لما اكس يؤول إلى الزائد من أو نقص من هذه دائما صفر إذا فما هذا فهذه ماذا تعطيكم صفر وهذه ماذا صفر وهذه صفر يعني عدد على ما صفر لا جداً ماذا سوف يبقى لنا؟ تبقى لنا هذه الأمور أركزوا أرجوكم من نقطة نقطة حتى تعلموا معناه هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر فانظروا فبقيت لنا هنا اثنان ناقص هنا بالداخل ماذا بقي؟ بقي واحد معناه يصبح لنا اثنان ناقص جذر واحد جذر واحد هو واحد معناه اثنان ناقص واحد اثنان ناقص واحد هو كم؟ هو واحد واحد معناه هذه اسمعوني جيدا هذه كليا وجدنا فيها واحد واحد في ما لا نهايه لان الاكس يؤول عند الزائد اذا ما لا نهايه في واحد كم؟ انها زائد ما لا نهايه فقط ابنائي اذا هكذا قد قمنا بازاله حاله دمتي الان متى نستعمل هذه الحاله؟ اسمعوا جيدا متى تستعمل هذه الحاله؟ سوف اتيكم الان واشرحها بالتفصيل حتى تفهموا ابنائي ولا تختلط عليكم هذه الافكار انظروا الآن إلى هذه العبارة وركزوا معي انظروا الآن إلى هذا المعامل المضروب هنا في إكس كم؟ إنه إثنان والمعامل الذي يكون هنا بالداخل كم؟ واحد فإن واحد لا يساوي إثنان اسمعوا جيدا فماذا تقول القاعدة؟ إذا كانت مكتوبة العبارة أف لإكس مكتوبة من الشكل ألفا إكس زائد بيتا ناقص هكذا اسمعوا جيدا ناقص اسمعوا او زائد لا يهم ناقص ام زائد لا يهم المهم زائد ناقص لا يهم زائد ناقص هنا ا اكس مربع زائد ب اكس زائد سي فتقول القاعدة إذا كانت القيمة المطلقة ل ألفا لا تساوي القيمة المطلقة لأ يعني هل هذا يكون مثلا لا يكون هذا خمسة مثلا وهذا ناقص خمسة المهم يمكن أن يكون هذا ثلاثة هذا خمسة هذا أربعة هذا ناقص أربعة المهم بالقيمة المطلقة لا يجوز مثلا هذا أربعة وهذا ناقص أربعة لا يجوز المهم مثلا يكون هذا ناقص أربعة هذا مثلا ستة يجوز إذا وجدنا أن القيمة هذه وهذه مختلفتان في ليس في الإشارة في القيمة المطلقة يعني هنا اثنان هنا واحد يمكن أن يقول ناقص واحد المهم غير متساوي فنستعمل طريقة تسمى طريقة التحليل أما إذا وجدنا هنا كان عندنا إكس فإن القيمة هذه كم واحد وهذه واحد فهنا نأتي إلى المثال الذي بعده يسمى طريقة الملافق اسمعوا، إذا كانت القيمة هذه وهذه متساويتان بالقيمة المطلقة، فتستعمل طريقة اسمها طريقة المرافق، إذا كانت هذه القيمة لا تساوي هذه القيمة بالقيمة المطلقة فنستعمل طريقة التحليل التي لاحظتموها هنا فقط، ونحترم دائما أنه لما نستخرج الإكس مربع من من تحت الجذر نستخرجه بالقيمة المطلقة، إذا كان عند زايد ما نقول إكس وإذا كان عند النقص ما نقول ناقص إكس فقط أبنائي. بعدها أبنائي نتطرق الآن ثالثا باستعمال المرافق الذي كنا نتحدث قال نعتبر دالة اف معرفة على المجال من اثنان الى غاية زائد مانية بي اف ل اكس تساوي جذر اكس مربع زائد واحد ناقص اكس مربع ناقص اثنان اكس قال تحقق ان لدينا حالة عدم التعيين لما يؤول اكس الى زائد مالا نهاية ثم قال بين انه من اجل كل اكس من اثنان الى غاية زائد مانية ان اف ل اكس هذه لها عبارة اخرى مساوية اثنان زائد واحد على اكس على جذر واحد زائد واحد على اكس زائد جذر واحد ناقص اثنان على اكس ثم قال استنتج نهايه الداله اف عند الزائد ما لا نهايه اذا لاحظوا جيدا هنا ابنائي ننطلق السؤال الاول قال تحقق ان لدينا حاله عدم تعيين لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه اذا نكتب هنا التحقق ان ان لما ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه هي حاله عدم التعيين لو نلاحظ جيدا هنا ابنائي ركزوا معي ارجوكم نقطه نقطه كي تتعلموا هذه الحاله لاحظوا هنا لو ناتي الان الى ليميت الشطر الاول اللي هو اكس مربع زائد واحد لما الاكس يؤول الى زائد ما هنا نعوض في اكبر حد ليصبح لنا جذر ما لا هو زائد ما وعندنا كذلك ليميت انظروا لو ناتي هكذا اللي هي اكس مربع ناقص اثنان اكس لو نعوض هنا بالزائد ما لا نهايه لان دلك كثير حدود بالداخل يعني هنا التركيب لكن نستعمل اكبر حد عند الزائد ما الناقص ما تصبح لنا هنا كم زائد ما لا والناقص تصبح لما اكس يؤول الى زائد ما تصبح لنا كم ناقص ما فتصبح لنا هكذا ليميت اف لاكس لي لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه تعطينا ماذا ناقص تعطينا زائد ما ناقص ما لا نهايه وهي حاله عدم التعيين لأن ذكرنا الحالات الأربع في حالة تنتعين من بينها ما لا نهاية مع ناقص ما لا نهاية حتى نفهم هنا جيدا هذا الأمر الأول كما يمكن أن نظهر حالة التعيين بطريقة كذلك أخرى مثل ما فعلنا في الأول نستخرج ما نسميه تصبح تساوي f اف لإكس تصبح هكذا لاحظوا جيدا إذا كما قلت يمكن الآن أن نستخرج الإكس مربع هنا بالداخل تصبح لنا هنا ماذا يعني واحد زائد واحد على إكس مربع هكذا ناقص كذلك بالداخل نستخرج الإكس مربع عامل مشترك يبقى لنا واحد ناقص إثنان على ماذا على إكس الآن قلنا هذا له الحق أن يخرج بالقيمة المطلقة من تحت الجذر إذا نستخرجه من هنا نجد القيمة المطلقة لإكس وهنا كذلك يمكن أن نحذفه ونضع القيمة المطلقة لإكس لكن نحن بما أننا نريد بجوار زائد ما لا نهاية فتصبح لنا العبارة يمكن بما أن عند الزائد ما لا نهاية إذا تصبح هكذا كيف ذلك؟ نقول لاحظوا إذا تصبح هنا X وهنا إكس لكن ما هو شرط؟ نقول لأن إكس ينتمي إلى من اثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية لاحظوا جيدا الآن يمكن الآن أن نستخرج الإكس عامل مشترك كليا معناه هكذا ومن هنا نحذفه، قمت باستخراجه كليا إلى هذا المكان حتى تفهموا جيدا. الآن عوضه هنا أكيد تعطيكم كم؟ صفر. وهنا صفر. ماذا يبقى لنا بالداخل؟ يبقى لنا واحد وهنا واحد. واحد ناقص واحد كم؟ صفر. انظروا جيدا صفر. وهنا نعوض عند ماذا؟ لو نبحث الآن عند ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما نهاية. هنا كم؟ هنا قلنا بالداخل صفر لأن هنا واحد وهنا واحد واحد ناقص واحد صفر وهنا الزائد ما لا نهاية فتصبح زائد ما نهاية في صفر إنها حالة عدم التعيين هذه طريقة ثانية لإثبات أن يوجد حالة عدم التعيين في رأيكم لماذا حالة عدم التعيين لأن قلنا لاحظوا المعامل هنا كم المعامل في هذا المكان كم يا أبنائي انظروا إنه واحد وهنا واحد بما أن هنا واحد وهنا واحد فأكيد سوف تكون حالة عدم الآن سوف نأتي الى اجراء تغيير على العبارة ثم نستنتج النهاية لاحظوا قال بين ان اذا نكتب هنا البرهان ان بما ان الاكس دائما مجموعة التعريف قد اعطيت لنا فان العبارة هذه يريد ان نصل اليها هنا اكيد ماذا نملك نملك هذه القيمة انظروا جيد اننا نملك عبارة الدالة هذه هنا بما ان ابنائي قال هو اولا اولا ذكر كلمة المرافق ماذا تقول قاعدة؟ إذا كانت هذا المعامل وهذا المعامل متساويان متساويان، اسمعوا جيدا فهنا نستعمل شيء اسمه المرافق، فتصبح لنا هكذا. المرافق معروف، تصبح هكذا. ناتي بهذه القيمة التي أعطيت لنا ها هي أمامكم. الآن ما هو مرافق هذه القيمة؟ اسمعوا جيدا. مرافق هذه القيمة هو نفسه لكن الفاصل الذي بين العبارتين كان ماذا؟ كان انظروا جيدا سوف نفصل هكذا بالأقواس حتى تلاحظوا وجه الاختلاف الفاصل هنا كان عندنا ناقص فهنا يصبح لنا زائد إذا نضع هنا إشارة زائد تقول قاعدة بما في المرافق بما أن نضرب فيه فعلينا أن نقسم عليه هكذا تقول قاعدة لست من أقول هكذا في الكسور إذا ضربت في شيء عليك أن تقسم عليه أما في الكسور أن تضيف شيء في البسط وشيء في المقام تضيف بالزائد لا يجوز ما يجوز في انك تضرب في عدد وتقسم عليه لكن نحن نعلم ان عندنا جداء شهير المعروف من المتطابقات الشهيره التي درستموها ابنائي انه عندنا هكذا ا ناقص ب في ماذا؟ في ا هكذا في ا زائد ب المعروف انها تساوي لنا ا مربع ناقص ب مربع معناه هذه ماذا تصبح لكم؟ البسط مباشره انه أن هذا الجذر يذهب وهذا الجذر يذهب وتبقى لنا هذا مربع ناقص هذا مربع، بما أن هذا مربع فهذا يذهب الجذر، ركزوا تصبح لكم هكذا الجذر، إكس مربع زائد واحد الكل مربع ناقص الجذر هكذا، جذر إك إكس مربع ناقص اثنان إكس الكل مربع والمقام نتركه كما ورد. مقام لا نلمسه اصلا، القاعدة تقول مقام أتركه كما ورد، ها آه هو المقام، انظر بما أن هنا عندنا التربيع فالتربيع ينزع ينزع قيمة الجذر، هكذا. وهنا كذلك ينزع قيمة الجذر، لأن أي عدد لما يكون تحت الجذر ونربعه يذهب الجذر. بعدها أكيد سوف نقوم بهذا الأمر، ننزعه لأن نزعنا الجذر فيذهب التربيع. وبعدها يحدث هذا الأمر، انظروا التغييرات التي سوف تحدث، هذا يذهب هكذا وتصبح لنا هنا ناقص. وهنا زائد لم افعل شيء حتى الان فماذا حدث اولا هذا ذهب مع هذا فتصبح لكم العباره هكذا انظروا جيدا هكذا انظروا بكم عينكم ها هو الشيء الذي تحصلنا عليه لكن هو لاحظوا ماذا طلب منه طلب ان العباره سوف يحدث لها تغيير ما هو التغيير ما رايكم ان نستخرج اكس من البسط واكس من المقام يعني هل نصل الى المراد ام لا اذا ركزوا معي تعالوا الان نستخرج اكس من البسط لو نستخرج اكس من البسط تصبح لنا هكذا تساوي اكس ونضعها هكذا ونكتب ماذا هذا لما ننزع من عنده اكس يبقى لنا اثنان وهذا بما ان لا يوجد له اكس في البسط ونحن ننزع اكس من البسط فنخلفه في المقام هكذا تقول قاعدة إلا إيه يعني تصدق أعيد النشر اثنان اكس والاكس مع اكس يذهب يبقى لنا واحد المقام نفس الشيء نعيد نفس السيناريو الذي قمنا عليه نستخرج اكس قلنا مربع يعني مشترك تصبح هكذا واحد زائد واحد على اكس في مزينا تحت الجذر زائد كذلك نفس الشيء ان اكس مربع ثم هنا عندنا واحد ناقص اثنان على اكس ثم هذا له الحق ان يخرج وهذا له الحق ان يخرج بما انه يخرج من هنا هكذا انظروا هذا خرج وهذا خرج بما أن يخرج قلنا يخرج لنا بالقيمة المطلقة وهنا يخرج لنا بالقيمة المطلقة لكن عندنا أنه x ينتمي من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية فيتذهب شيء اسمه القيمة المطلقة لو كنا بجوار ناقص ما لا يعني المجموعة التعريف لا بقي لنا ماذا ناقص x ثم هذا يمكن أن نستخرجه كذلك من هناك عامل مشترك كان هنا وهنا نحذفه كذلك من هذا المكان واستخرجناه انظروا ماذا حدث انه هذا ذهب مع هذا بما ان ها هو قد ذهب انظر وها هو ذهب اليس هو المطلوب الذي طلب منا بام بعينكم نعم انه هو نقول ومنه اف لاكس تساوي لنا هذه القيمه التي اعطيت لنا بعد ما انهينا مع هذا الجزء الان قال استنتج نهايه الداله اف عند زائد نهاية وسؤال استنتج اذا نكتب هنا استنتاج ليميت اف لي لما الاكس يؤول الى زائد ما لا هنا اكيد نستنتجها معناه نقول ليميت الاكس يؤول الى زائد ما لا لمن للعباره التي قمنا عليها بانجاز عليه هذا التغيير انظروا هذه العباره ونحن نعلم ان ليميت واحد على اكس لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه معروفه انها تساوي صفر فماذا يحدث؟ أنه هذا كم؟ صفر. وهذا كم؟ صفر. وهذا كم؟ صفر. وهذا كم؟ صفر. فانظروا ماذا بقي. في البسط يبقى لكم إلا هذا العدد. إنه اثنان. المقام هنا. هذا يبقى لنا جذر واحد. جذر واحد معروف إنه واحد. وعندنا زائد لاحظتم؟ وعندنا هنا ماذا يبقى لكم؟ جذر واحد كم؟ هو واحد. فتبقى لنا اثنان على اثنان، واثنان على اثنان، إنها واحد. فتصبح لنا ليميت اف إكس. اف آه لما الاكس يؤول الى زائد ما لا نهايه تساوي واحد وهذه عندها تفسير بياني ان نقول ي يساوي لنا واحد او تفسير هندسي مستقيم مقارب كيف هو افقي تقول القاعده اسمعوا اذا حسبنا النهايه عند ما نهايه يعني عند زائد ما لا نهايه وجدناها عدد منتهي يعني صفر واحد نقص واحد أربعة المهم لا نجدها زائد ما أو نقص فنقول ذا يساوي هذا العدد مستقيم مقارب أفقي يعني لما نأتي إلى رسمه اذا قلنا هذا هو الصفر فهنا الواحد فياتيكم هكذا ونكتب مثلا هنا اي يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو افقي فقط ابنائي اذا وبعد ما لخصنا هذا الامر ماذا نعود نعود لنلخص الامور قلت لحساب نهايه ليميت عباره مكتوبه بالشكل قلنا الفا اكس زائد بيتا زائد او ناقص كذلك هنا انظروا جيدا آ آه, إكس مربع زائد بي إكس زائد سي هكذا لما إكس يؤول أكيد إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية إذا كان القيمة المطلقة لألفا لا تساوي القيمة المطلقة لأ فهنا نستعمل المرافق أما إذا كان القيمة المطلقة لألفا لا تساوي القيمة المطلقة لأ فهنا نستعمل طريقة التحليل واستخراج العامل المشترك ولاحظوا ها هي انظروا جيدا نقطة نقطة هذه لو نلاحظ جيدا هنا واحد وهنا واحد يقول أحدكم إنها تختلف هذه مثل هذه يعني هذه بما أن هنا المعامل هذا وهذا متشابه يمكن لو كانت هنا مثلا عندنا أربعة في هذا المكان أربعة نتفادى ما نسميه هنا يمكن لو كانت عندنا أربعة نتفادى شيء اسمه المرافق إلا بالتحليل سوف نصل فقط أما لما استعملنا هذا الأمر ها هو أمامكم انظروا ماذا وصلنا وصلنا إلى صفر في ملني وحالة دمتي إذا المرافق يستعمل لما تكون هذه القيمة وهذه القيمة متساوية أما ركزوا جيدا واسمعوا جيدا وهنا كي كي نلخص هذه الأمور ونتفادى كل الأخطاء فلنتابع جيدا إذا قلت حتى نتفادى كل شيء هنا إلا إن اسمعوني جيدا ربما ربما علينا هنا أن نقول الجذر اسمحوا لي أبنائي نقول هنا الجذر إذا كانت مثلا هنا اثنان يجب أن تكون هنا أربعة مثلا معناه أن هذا هذا جذر ألفا يساوي آه هذا هذه القيمة المطلقة لألفا تساوي جذر القيمة المطلقة لأ هذا الأمر هو. أما إذا كانت هذه مختلفة حتى تفهموا جيدا حتى لا نرتب نضع أخطاء يجب أن يكون هذا وهذا إذا كان هنا اثنان هذا يكون أربعة ليس هنا اثنان وهنا اثنان اسمعوا جيدا حتى تفهموا اذا في هذا المثال الذي اعطي لنا هنا حسب ما ترون انظروا جيدا هكذا حتى تكون اعمالنا جد واضحه هنا واحد وهنا واحد متساويان هنا لو نعود الان الى مثالنا هذا الذي قمنا بالتحدث عليه لاحظوا هنا كم انظروا نقطه نقطه ولا تتعجلوا اذا قلنا هنا اثنان هنا كم واحد حتى ولو هذا خرج من الجذر خرج بواحد فاثنان لا يساوي واحد اما اذا كانت تخيلوا هنا اربعة هنا اربعة هذه لو, لو تخرج كم تخرج تخرج لنا باثنان تصبح هنا اثنان مع النقص اثنان تصبح لنا صفر في ما لا نهاية وهي حالة عدم التعيين حتى ننظم افكارنا جيدا بعدما انهينا مع هذا سوف نتطرق الان الى المثال الاخير لاحظوا الحالة الرابعة باستعمال العدد المشتق. قال نعتبر الدالة اف المعرفة على ا نجمة ب اف ل اكس تساوي لنا كوس اكس ناقص واحد على اكس قال هل يمكن تعيين نهاية الدالة اف عند صفر مباشرة لماذا قال باستعمال تعريف العدد المشتق عند صفر للدالة هذه كوس اكس قال عين نهاية الدالة اف عند صفر اذا فلنتابع جيدا لاحظ اذا قلنا نعتبر الداله اف معرفه على ار نجمه يعني تفادي هنا الصفر قال هل يمكن اذا نكتب هنا معرفه ان كان يمكن حساب ليميت اف لاكس لي لما اكس يؤول الى الصفر مباشره مباشره لو نعوض جي هنا نقول ليميت اف لاكس لي لما الاكس يؤول الى الصفر يساوي عوضوا الآن هنا بكوس صفر كوس صفر معروف إنه واحد واحد ناقص واحد على صفر لأننا نعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر فتصبح لنا صفر على صفر إنها حالة عدم التعيين لأن نقول لا يمكن لأن صفر على صفر حالة عدم التعيين تذكروا لما قلت في الأول إذا وجدنا صفر على صفر وكانت العبارة كثير حدود على كثير حدود قلنا نستعمل الاختزال أما إذا جاءت صفر على صفر والعبارة ليس كثير حدود مثل ما تلاحظون هنا يا أبنائي نظموا هذه الأفكار أرجوكم هنا بما أنها صفر على صفر وليس كثير حدود على كثير حدود أي هنا عندنا الكوس يمكن أن نجد الأسية اللوغاريتمية الجذرية الطونجونت نجد أمثلة عدة فهنا نتذكر شيء اسمه العدد المشتق لهذا قال باستعمال تعريف العدد المشتق عند صفر للدالة عين نهاية الدالة F عند صفر اذا إيه؟ نمكن هنا اولا ما هو العدد المشتق قانون عدد المشتق يقول هكذا ليميت اسمعوا جيدا ليميت ارجوكم أبني تابعوا لان هذا المثال هو مثال يعني له نصيب كبير في البكالوريات نقول ليميت تقول قاعدة ليميت اش لي اكس ناقص اش لي اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر لما اكس يؤول الى اكس صفر إذا كانت الدالة آش تقبل الاشتقاق فإن تساوي آش فتحة لإكس صفر مع ماذا؟ لاحظوا جيدا مع أن آش تكون تقبل الاشتقاق عند ماذا؟ عند الصفر ركزوا جيدا لاحظوا النقطة نقطة أبني حتى تتعلموا لو جئنا إلى هذا المثال وركزنا معه ونلاحظ أين هي الآش حتى نفهم جيدا، أين هي الدالة آش؟ ها هي العبارة أمامكم، سوف آتيكم وركزوا معي، ها هي أمامكم، انظروا، نكتب هنا كذلك مثل ما هم، هنا ليميت الإكس قلنا يؤول هنا في مثالنا عند الصفر، ما هي الدالة الغريبة التي تظهر هنا؟ الدالة الغريبة ليس هي كوس إكس ناقص واحد، إنما هي الكوس إكس فقط، هذه الدالة هي نفسها الدالة آش. اي هذه ماذا تصبح لكم اليس لاحظوا جيدا لو نقول اليس هذه اش لاكس قلنا هي كوس اكس ناقص اش لاكس صفر هكذا تصبح لنا هكذا اش ليميت عفوا نقول ليميت دائما ليميت اش لصفر لي اش لاكس اش لاكس ناقص اش لصفر على اكس ناقص صفر في مثالنا هذا النهاية تؤول إلى الصفر يمكن أن تؤول إلى واحد خمسة المهم لا يهم لما الإكس يؤول في مثال إن هذا إلى الصفر فإن الأش لإكس ها هي بالمطابقة والأش لصفر ها هي أي وانظروا بأم عينكم أش لإكس تساوي ناقص إكس عوضوا الآن بأش لصفر أش لصفر تساوي ناقص صفر قوس صفر كم واحد فها قد وجدنا ركزوا جيدا ركزوا جيدا وتابعوا لأن هنا الأمر المهم عليكم أن تعينوا عبارة الدالة أش هذه الدالة أش عبارة هي كوس إكس وكوس إكس تقبل الاشتقاق عند الصفر نقول و الدالة أش اللي هي ها هي عبارة اللي هي كوس إكس تقبل الاشتقاق عند القيمة ماذا عند القيمة صفر ليس الدالة F أنا أتحدث عن هذه الدالة الصغيرة التي سوف تظهر إنها الدالة كوس الدالة كوس عند الصفر تقبل الاشتقاق لأن كوس الصفر هو كم هو واحد أي تصبح تساوي لنا آش فتحة لصفر الآن ها هي أمامكم الدالة كوس ما هو مشتق الكوس في الدائرة المثلثية احفظوا هذه هكذا الاشتقاق هكذا الاشتقاق أو المشتقة وهكذا الدوال الأصلية أو التكامل، التكامل، إذا إذا جئنا إلى هنا وقلنا ها هي الكوس، الكوس إذا انتقلت هكذا كيف تصبح؟ تصبح ناقص سينس، إذا تصبح لنا أش فتحة لإكس تساوي لنا ناقص سينس ماذا؟ ناقص سينس إكس، إذا تعالوا الآن نعوض بأش فتحة لصفر، أش فتحة لصفر تصبح ناقص سينس ماذا؟ ناقص سينس صفر، والسينس صفر معروف أنه صفر. إذا ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أن تصبح النهاية هذه تساوينا كم؟ تساوينا صفر بطريقة بسيطة. أعيد حتى تفهم إذا أولا لما نجد صفر على صفر عوضنا هنا بصفر على صفر والدالة هي ليس كثير حدود على كثير فنفكر في العدد المشتق. ما هي الدالة الغريبة هنا؟ الدالة الغريبة ها هي أمامكم إنها الكوس. فنذهب إلى ذلك الدالة ونلاحظ الصفر هذا الذي أعطيت النهاية أنه تقبل اشتقاق الدالة عنده هذه الدالة كوس ليس الدالة فنأتي إلى الدالة هذه فقط ونقوم باشتقاقها ونعوض فجئنا إلى الدالة اش مشتق الدالة اش هي الكوس لما اشتقيناها أصبح ناقص سينس اكس عوضنا هنا بالصفر سينس سي الصفر معروف أنه صفر فتصبح لنا النهاية الكلية يعني دون أن تذهب مباشرة نقول هكذا مباشرة حتى نلخص الأمر وتصبح لكم هكذا ركزوا بحيث ليميت هكذا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى صفر مباشرة تعطيكم صفر وإنها تقبل الاشتقاق وإنها تقبل النهاية قلت في الأول كذلك ذكرت لكم مثال آخر ألا وهو وقلت هو ليميت انظروا جيدا جذر إكس زائد ثلاثة ناقص اثنان على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد قلت لما تعوض هنا بصفر وهنا بصفر عفوا بواحد اعتذر بواحد اسمح لكم جذر أربعة جذر أربعة هو اثنان اثنان ناقص اثنان هو صفر والمقام عوض بواحد كذلك هو ماذا هو صفر فصفر على صفر حالة دم تعيين لكن الدالة هذه أبنائي ركزوا هل هذه الدالة كثير حدود على كثير حدود؟ لا إنها دالة يعني غير كثير حدود فهنا نستعمل العدد المشتق بالمطابقة مع القانون حتى نفهم جيدا ها هو القانون انظروا ها هو القانون سوف اتي اتي به مباشره ها هو أمامكم انظر سوف اقوم بتصغيره واضعه هنا ونقوم بمحي هذا الخط حتى تدققوا بام عينكم وتلاحظوا هكذا اليس الداله اش هي الداله الغريبه هذه نعم ها هي الداله اش اذا فتصبح لنا الداله اش لاكس عباره هذه الداله هي جذر اكس زائد ثلاثه فمباشرة لا تتعبوا عقولكم أبنائي وتصبحوا هكذا وهكذا اذهبوا إلى الدالة هذه آش وقوموا باشتقاقها مشتق الدالة الجذرية هو المشتق الذي بداخل الجذر مشتق X هو واحد ومشتق الثلاثة هو صفر على اثنان في جذر العبارة اللي هو X زائد ثلاثة تعالوا الآن نعوض بشيء الذي نريد أن نحسب عنده نهاية كم هو الواحد فنعوض هنا بواحد وهنا بواحد فتصبح هنا واحد على اثنان في جذر أربعة اللي هو اثنان فتصبح لكم كم؟ فتصبح لنا واحد على أربعة إذا النهاية هذه بدون أن تتعبوا عقولكم اكتبوا هي واحد على أربعة وانتهى الأمر إذا أعيد الدالة الغريبة هي أولا نجد صفر على صفر بما أن وجدنا صفر على صفر قلنا إما كثير إما إذا كانت كثير حدود فنقول الاختزال أما إذا كانت غير كثير حدود فنستعمل العدد مشتق نذهب إلى الدالة الغريبة ها هي ونقوم باشتقاقها لأن الدالة أولا آش تقبل اشتقاق عند ماذا؟ عند الواحد لأنها معرفة وكذا تقبل اشتقاق نقوم باشتقاقها ها يقومنا باشتقاقها وعوضنا بالقيمة واحد فأصبحت هنا واحد زائد ثلاثة تحت الجذرية أربعة أربعة اثنان اثنين في إثناني هي ربع فقط أبنائي هكذا إذا وفي الأخير أبنائي وبناتي قلت سوف نلخص قلنا عندنا طريقة ما نسمي طريقة الاختزال ونستعملها عند كثير الحدود على كثير الحدود حتى نفهم جيدا عندنا طريقه اللي هي طريقه التحليل طريقه التحليل قلت لما تكون مكتوبه من الشكل يعني طريقه التحليل نستعملها كثيرا في الجذور لما تكون مكتوبه من الشكل اما مكتوبه الفا اكس زائد بيتا زائد ناقص هنا كذلك ا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي اذا كان القيمه المطلقه ل اكس القيمه المطلقه ل تساوي جذر القيمه المطلقه ل ا فهنا نستعمل قلت المرافق اسمعوا جيدا اما اذا كانت القيمه المطلقه ل الفا هذه هي الفا وها هو لا تساوي القيمه الجذر القيمه المطلقه ل ا فهنا نستعمل طريقه التحليل اسمعوا جيدا اما إذا اسمعوا جيدا ونظموا الأفكار أما إذا وجدنا صفر على صفر والدالة ليست كثير حدود كثير حدود على كثير حدود نستعمل العدد المشتق والعدد المشتق قد أريتكم طريقته المناسبة فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين التي تجدونها هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.